أقيم عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي مساء اليوم بمقر مؤسسة روزا اليوسف، وتوافد رجال الصحافة والإعلام للمشاركة في أداء واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل وائل الإبراشي الذي توفي يوم 9 يناير الجاري عن عمر ناهز 58 عاما. كان عنده آمال وطموح كبيرة جدا انه يرجع يشتغل تاني ويرجع يمارس دوره. الحقيقه كلنا فضلنا الفتره الطويله دي مستنيين وائل يرجع وائل يرجع، لكن يعني كانت اراده ربنا بقى، ما يعيشش على اللي خلقه يعني، ده في الاخر. فبنقول الله يرحمه والله يحسن اليه، وان شاء الله مثواه الجنه، وبرده في الناس اللي بيحبوه والناس اللي يعني اتعلموا منه المهنه موجودين وهيواصلوا المسيره، لان مصر ولاده. وائل الإبراشي يعني واحد من أهم الصحفيين في تاريخ روزا اليوسف، شاء من شاء وأبى من أبى، تاريخه يشهد عليه. تاريخ وائل الإبراشي في روزا اليوسف يمكن أنا كنت حريص من يوم تولي المسؤولية إن أنا أعيد نشره، لأن هذا الرجل كان موهبة صحفية نادرة، وهذا الرجل غير في الصناعة التلفزيونية، وأنا أعزيك كمان وأعزي القناة الأولى وأعزي برنامج التاسعة أيضا.